بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي سوف نتحدث من خلاله عن إلغاء ضريبة ليرجي وزيادة في أجور العمال. أقر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلغاء الضريبة على الدخل ليرجي خلال اجتماع الوزراء أمس، لكن خبراء اقتصاديون لا يتوقعون أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل 6 أشهر. وأوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن عيا أن تطبيق إلغاء الضريبة على أجور المواطنين يتطلب قانون مالية جديد، مبررا أن إلغاءها سيكون في قانون المالية 2021. لكن الخبير الاقتصادي يرى أن رئيس الجمهورية يمكنه إقرار قانون مالية تكميلي مع نهاية السنة، يطلب من خلاله من الحكومة استدراك إلغاء الضريبة على الدخل. وبخصوص تأثيرها على رفع القدرة الشرائية للمواطنين، يقول عيا أن الجزائريين الذين يتقاضون راتب أقل من 50,000 دينار جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر، مشيرا إلى أن رفع القدرة الشرائية يتطلب مراجعة الأجور ومعدل التضخم الذي يبقى في تدهور منذ العام 2014. ولاحظ أن الضريبة على الدخل لا تساوي سوى 2,000 دينار جزائري، وأن إلغاءها لن يرفع الأجور بالقدر الذي يريده المواطن. بالمقابل يرى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني صاحب مقترح إلغاء الضريبة على الدخل في قانون المالية 2020 هو ريتي غرسي أن قيمة الضريبة على الدخل التي قدمتها الحكومة للبرلمان تقدر ب 194 مليار دينار بالمقابل تجاوز مستوى طبع النقود العام الماضي 7,000 مليار دينار خلال سنة 2019، وبالتالي من حق المواطن الاستفادة من هذه الأموال على الأقل بإلغاء الضريبة على الدخل، حتى لا نقول رفع الأجور. في الأخير نتمنى من رئيس الجمهورية وحكومته الجديدة النظر إلى الحالة المعيشية للمواطن ورفع قدرته الشرائية بزيادة معتبرة في أجور العمال. في الأخير نتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.